منذ الأيام الأولى لتفشي جائحة كوفيد 19 سارعت وزارة الصحة إلى اعتماد بروتوكولات علاجية خاصة لمتابعة الحالات المصابة وصولا إلى تعافي المصابين من المرض، وأثبتت آلية حقن بلازما الدم للأشخاص المتعافين من الفيروس للأشخاص المرضى نجاح هذا البروتوكول إثر رصد نتائج فعالة وآمنة. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا من منطقة أصباح صحية الزميلة لما أبو علاوي مراسل تلفزيون دولة الكويت. لما هل لك أن تضعينا أكثر حول تفاصيل بروتوكول بلازما الدم الذي تم اعتماده مؤخرا من قبل وزارة الصحة لمواجهة كوفيد 19 والنتائج الخاصة بشأنه كذلك؟ نعم طبعا، في البداية يعطيك العافية زميلتي فاطمة، طبعا عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت وبشكل حصري لقطاع الأخبار والبرامج السياسية، يسعدنا مشاهدينا الكرام أن نعلن عن النتائج الإيجابية المتعلقة والمبشرة والواعدة المتعلقة ببلازما الدم المناعية لمرضى كوفيد. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف الآن الدكتورة سندس الشريده. اهلا وسهلا بك دكتوره، اطلعينا على طبيعه هذه النتائج. النتائج اللهم لك الحمد هي ايجابيه. طبعا هو من مهمات لجنه البلازما اعطاء واشراف واعطاء واشراف على صرف البلازما للمرضى، فلاحظنا طبعا وخذينا احنا من لجنه البحوث والاخلاقيات من وزاره الصحه الموافقه على هذا البحث، وهي تجربه سريريه غير عشوائيه للمرضى يتم انتقائها من كذا مستشفى. المستشفيات اللي انضموا لنا اربعه، عدد المرضى اللي انضموا كلهم 368 مريض، 135 انعطوا لهم البلازما و233 كانوا على العلاج الاعتيادي. ومقارنة المرضى اللي خذوا البلازما مع المرضى اللي ما خذوا البلازما لاحظنا ان في طبعا نتائج ايجابية تمثلت في ثلاث اشياء: الخروج من المستشفى قبل لاوانهم ثلاث ايام قبل الجروب بالعلاج الاعتيادي، نسبة الوفيات اقل بنسبة 20%، اللهم لك الحمد، نسبة التشافي أكثر طبعا نسبة 20% اللي هو 80% كانت معانا مع جروب البلازما، الجروب العلاجي الاعتيادي كان 60%. لاحظنا بعد مؤشرات الدم الالتهابات والتحاليل الدم تعدلت أكثر مع مرضى البلازما بعد ثلاثة أيام من إعطائها، وهذه مؤشرات إيجابية اللهم لك الحمد زينة وايد. الآن بالنسبة هذه الدراسة كعالميا شون هي وجودها عالميا، أول ما بدأت الدراسة طبعا الصين شهر 4 ومعاها بعدها أمريكا في هيوستن تقريبا 25 مريض سووا، ونيويورك 39 مريض، فكانت عدد المرضى اللي انضموا لهذه الدراسة أقل من مرضى الكويت. فالحمد لله الكويت من أوائل الدول في العالم وأول دولة حسب علمي بالنسبة للشرق الأوسط أنها تبدي علاج البلازما بهذه الطريقة، تجارب سريرية غير عشوائية، والحمد لله والنتائج جدا إيجابية اللهم لك الحمد. نعم دكتورة، الحمد لله نتائج مبشرة وواعدة مثل ما ذكرت الدكتورة. طبعا هذه الخطوة تعتبر بفضل جهود طبعا كما تعلمين دكتورة المتعافين الذين أقدموا على التبرع ببلازما الدم وجهود أيضا الطواقم الطبية. برنامج زراعة أو بلازما دم المتعافين بدأ في بداية شهر إبريل وكان له طبعا مردود واضح على أيضا مرضى كوفيد، وقبل ثلاثة أشهر أجرت الطواقم الطبية طبعا تجارب سريرية وأكلينيكية على المرضى. حدثينا أيضا دكتورة في ردهات العناية المركزة وأيضا الأجنحة، كيف كانت عملية إعطاء للمرضى لبلازما الدم؟ نعم، المرضى اللي طبعا انضموا لهذه الدراسة التجريبية هم من شريحتين، شريحة مرضى الجناح اللي هم يكون متوسط الشدة، ومرضى شديدين والحالات الحرجة من العناية المركزة. وطبعا لاحظنا ان هم حاجتهم للأكسجين قلت، يعني معناته انهم يقدرون يتنفسون بطريقة احسن بعد اليوم الثالث.
ونسبة الأكسجين عندهم في الجسم زادت من بعد أول يوم أصلا، يعني الحمد لله هذا حسب النتائج اللي وصلنا لها. نعم، الحمد لله. عافية. طبعا كانت معنا الدكتورة سندس شريدة وهي رئيسة برنامج بروتوكول بلازما الدم العلاجية المناعية. بالفعل مشاهدينا الكرام، نستطيع أن نقول في النهاية شكرا من القلب لكل متعافي تبرع بقطرة من دمه إلى طبعا إلى المرضى كوفيد، وأيضا الشكر موصول إلى الطواقم الطبية التي عملت ليلا ونهارا وذلك لمواجهة هذه المعركة الشرسة بمهارتهم العالية وبعقولهم النيرة. هذا كل ما لدي زملائي في الاستوديو، وننتقل إليكم. نعم، ونحن بدورنا أيضا نشيد بجهود وزارة الصحة بكافة طواقمها في مواجهة والتصدي لهذا الوباء. من منطقة الصباح الصحية لما أبو علاوي، شكرا جزيلا لك.